أول صورة تاريخية لتحويل الإنسان لديب جت في ملحمة جلجمش، وده لما رفض جلجمش عرض عشتار بالجواز لأنها حولت حبيبها اللي قبله لديب متعطش للدم هائم وسط الغابات. تاريخيا عرفت كتير من الثقافات أساطير اتحول فيها البشر لمستذئبين. هل ممكن تكون الأسطورة دي فيها ضل من الحقيقة؟ هل فعلا في بشر ممكن يتحولوا لديابة أو مسخ من أي نوع؟ ممكن ده يكون مثلا بفعل مرض أو لعنة باستخدام سحر أسود؟ الأساطير اليونانية بتقول إن الملك لايكون ملك لمملكة اسمها أركيديا حوله زيوس لمستذئب، وده لما لايكون وابنه تصارعوا على الأحقية في الملك، وكان لايكون ضد زيوس وابنه بيدعم زيوس. ولما طلب لايكون التفاوض مع زيوس عزموا على وليمة كبيرة وقدم له ابنه مطبوخ علشان يوصل رسالة لزيوس إن هو الأحق بالملك، وهنا بيحوله زيوس لديب حسب الأسطورة. في الأسطورة المصرية القديمة كمان هنلاقي نسخة من المستذئبين بس باسم وشكل مختلف شوية اسمها سخمت، وهي إله وثنية في المعتقدات المصرية القديمة وبتترسم ست برأس لبؤة. والأسطورة بتقول إن رع إله الشمس الوثني في المعتقد المصري القديم غضب من البشر فبعت سخمت علشان تأدبهم وتنتقم منهم، وفعلا نفذت سخمت المطلوب وبدأت في مطاردة البشر، واختارت طريقة بشعة للانتقام عن طريق مطاردة الأطفال بالليل وشرب دمهم. وبعدين الموضوع بقى إدمان بالنسبة لها وتعودت على طعم الدم البشري، وبدأت في مطاردة الكبار كمان وشرب دمهم. رع شاف إن سخمت تجاوزت الحدود والمطلوب منها واللي هو تأديب البشر، وبقت خطر عليهم وتهديد للفناء لأنها بقت بتقتل الأطفال والكبار وتشرب دمه. هنا رع شاف إنه لازم يوقفها فعمل حفلة كبيرة وحضر مشروب لونه أحمر لسخمت وخدعها وقال لها إنه دم البشر، فشربت منه بكميات كبيرة حد ما سكرت، ولما غابت عن الوعي حولها رع لقطة وتعرفت بعد كده باسم باستت. ومن الحكايات الحديثة اللي بتتحكي عن البشر اللي تصرفاتهم شبه الحيوانات حال الطفل اللي لقوه في غابات ألمانيا سنة 1725 اتسمى بيتر ذا وايلد بوي، كان عنده حوالي 7 سنين ما بيتكلمش وهمجي حيوان مش طفل بياكل اللحمة نية. الطفل ده فضل موجود في قصر الملك جورج الأول زي أي حيوان أليف بيتفرجوا عليه الضيوف بتوع القصر ويضحكوا على وحشيته وطريقته في الأكل والمشي لشبه الحيوانات. طبعا الدراسات أظهرت أن بيتر في الغالب كان مصاب بحاجة اسمها متلازمة بيت هوبكنز واللي تم اكتشافها سنة 1978 واللي بتسبب نقص في الكلام وفقدان القدرة على المشي الطبيعي وزيادة في نوبات الصرع. فكرة ان المستذئبين حقيقة فكرة بيؤمن بيها بعض الناس زي كتير من الاساطير اللي ليها عشاء. لو عاوز تعرف اكتر عن المستذئبين ما تنساش تتفرج على حلقة المستذئبين في القناة، وخلي بالك كويس وانت ماشي بالليل لوحدك خصوصا لو كان القمر مكتمل ولونه مايل للأحمر.